المضحك في الأمر لأخي الرئيس أن ييني من يتباكى كان مسيطر على القرار لمدة 10 سنوات اللي طافت وياي اليوم يقول لي أبي أحسن دخل المواطن. وينك بالعشر سنوات اللي طافت؟ معدل رواتب الكويتيين زاد 60 دينار. وينك بالعشر سنوات اللي طافت؟ لأخي الرئيس في جلسة 17/7/1999 أنت شخصياً ترشحت لرئاسة مجلس الأمة، ما حالفك الحظ، ما حصلت على الرئاسة، وكان لك خطاب وقمت تكلمت عن نفسك وقلت أن موقعي كعضو كان خطابك لأخي الرئيس في 17/7/1999 بعد ما أنك ما حصلت على الرئاسة، قلت أن موقعي كعضو في مجلس الأمة سيكون فرصة لي للدفاع عن الدستور بشكل أكبر. شنو سويت عقبها؟ شكلت كتلة برلمانية، دخلت لجنة، سويت لجنة الإسكان وأنجزت قوانين. وأنا هني أوجه كلامي بشكل واضح صريح للأخ مرزوق الغانم، أنت إيش قاعد تسوي في هذا المجلس؟ أنت أنا أتفهم أن أنت ما حصلت على الرئاسة، لكن إيش قاعد تسوي؟ اليوم إحنا في توافق تاريخي بين المجلس والحكومة، 49 نائب، واحد منهم صار وزير، 48 نائب اتفقوا على أولوية تشريعية وخارطة تشريعية، وفي توافق مع الحكومة، نتيجتها قررنا قانونين في مداولتين في جلسة واحدة، وعندنا قوانين بنقرها اليوم وبنقرها باكر، وبإذن الله إن شاء الله بيكون في توافق على الخارطة التشريعية للفصل التشريعي الثاني. لكن الأخ مرزوق أنت قاعد تطلب نقطة نظام على بعد تلاوة الحضور. أنا متأسف إني أقول لك هالكلام، لكن هذا تهريج ومضيع لي وقت المجلس. إذا ما حد يبي يقول لك هالكلام أنا أقول لك إياه مباشرة. أنت تتكلم عن الحسابات الوهمية الأخ مرزوق، تعال شوف الحسابات الوهمية إيش قاعد تسوي، شوفها من بدينا هالمجلس، اطبل لك على أي نقطة نظام، وحارب على المجلس والحكومة. على شنو؟ على شنو؟ أقرينا قوانين وماشيين تمام وأمورنا طيبة، لكن المضحك أن نواب المزمع تقديمها، نواب تأجيل استجوابات المزمع تقديمها، وهم اللي جايين يعلمونا شلون نحاسب الحكومة. أنتوا حصنتوا رؤساء وزراء بعضهم يحاسب في المحاكم، ما ينا دافعنا عن أحمد النواف بالحق والباطل لا هو ولا حكومته، لا بالعكس مستعدين أن نحاسب سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته متى ما أخطأوا، لكن عندنا الشجاعة أن نقول أن إذا مشوا صح إحنا إيدنا بيدهم. عندنا الشجاعة أن نقول هالكلام، لأن ما نحاتي أن أحد يقول أن أنتم حكوميين، لأن ندري أن إحنا ماشيين صح، ندري أن ما تلوثنا بأي شيء، جايين نشتغل وجايين نحقق شيء للشعب الكويتي. عندنا خارطة تشريعية، عندنا أولويات ماشيين عليها، اللجنة التنسيقية جزاهم الله خير ماشيين بشغل سليم وممتاز. لكن هذا اللي قاعد يصير بالمجلس اليوم لازم يكون له حد، لازم نوقف لأخي الرئيس، لازم أحد يوقف ويقول كفاية، كفاية تهريج. كل من هب ودب قاعد يهاجم بشكل قبيح، تشويه للقوانين اللي تقدم، مقترح بقانون يقدم يشوه. تعال حاسبني شنو قاعد يناقش بالقاعة، حاسبني على القوانين اللي قاعد صوت عليها بالقاعة، قوانين نوعية مهمة، قانون المحكمة الدستورية إن شاء الله بالناقشة اليوم إذا أسعفنا الوقت، قانون المفوضية العليا بالناقشة باكر، لجان شغالة ليل نهار، أمس ليل ليل اللجنة التشريعية، اللجنة المشتركة بين اللجنة التشريعية واللجنة الداخلية والدفاع شغالة. لأخي الرئيس إحنا ماشيين بطريقنا وإحنا ماشيين بالحق إن شاء الله، وما راح ما راح نتردد في المواجهة متى ما احتاج منا البلد المواجهة. وإحنا كمجلس بإذن الله متفقين على خارطة تشريعية، متفقين على أولويات، ومتى ما كانت الحكومة متعاونة سنتعاون معها، ومتى ما أخطأت ستحاسب وفق الدستور. ما حصلنا أحد لا بمزمع تقديمه ولا غيره، ولا راح نحصل أحد، راح نحاسب من يخطئ وفق الدستور. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ أسامة الزيد. تفضل أخ عبد الله. شكرا. مادة 83 ألف مساس من الأخ أسامة الزيد. الأخ الرئيس أنا أستغرب أسامة الزيد يتكلم مفروض الرد على الخطاب الأميري مو الرد على مرزوق الغانم، لكن هذا دليل تأكيد على الكلام اللي قلته توني في كلمتي. أنت يا أحمد الفهد عندك نواب حتى إذا أحد انتقدك تهاجمه، هو مجبر لأنه هو من أحد المدعومين من أحمد الفهد بالانتخابات بكافة الطرق، لذلك بترد رد على الخطاب الأميري، لا ترد على مرزوق الغانم، مجرد أداة أنت، هذا دورك تدافع عن أحمد
رجاء انتهى. في متحدثين ما عندي لصافي، في متحدثين حضر 32. رجاء ما اقدر اعطي الكلمه. الاخ فايز الجمهور رجاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل سريع. الاخ فايز الجمهور اذا استمر هذا الخلاف، استمر محاولة تعطيل الجلسة، سارفع الجلسة. رجاني سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. سريع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تاريخ 6/6 الشعب الكويتي طلع واختار. رجاء يا اخوان، اخ مرجوك الغانم قاعد يخالف، قاعد يخالف.